يلين وجينار ودينيز يلاحقون الفتيات المختفية. المفاجأة غير السارة من ماضيها التي تنتظر إزجي في شيله تجعل الفتيات يندفعن بعيداً عن هناك. أثناء محاولتهم تحديد المكان الذي سيذهبون إليه، تم القبض على دفني من قبل يلين. الحل الذي قدمه يلين لديفني الذي لا يريد العودة إلى إسطنبول سيجعل كل شيء أكثر تعقيداً. خدعة دفني تسبب الكثير من المتاعب، كما لو أن الوظيفة التي بدأتها بمفردها لم تكن كافية. عندما تسببت في إصابة يلين بالإعاقة، تقبل دفني التي ليس لديها مكان للهروب عقابها. هذه العقوبة ستجعل دفني وجهاً لوجه مع مفاجأة لم تتوقعها أبداً. اختبار عظيم ينتظر الحب بين ياشيما وتشينار. في مواجهة عقب الأرض، يصل عاشقان إلى مفترق طرق خطير. من ناحية أخرى، دينيز الذي يطارد إزجي أخيراً يجعل إزجي يستسلم ويعده بوجبة الإفطار. ومع ذلك، أينما ذهب دينيز، تنتظره مفاجأة مختلفة من إعداد إزجي. في هذه الحلقة، حيث كان شيم وجينار في حالة سكر بالحب، يتعلم يلين عن لعبة الغيرة التي نظمها له شيم ودينيز ويشعر بالارتياح الشديد. ولكن لأنه يشعر بالغيرة من دفني، فقد تم إفساد العشاء الذي خرج به مع داملاً. الآن عليه أن يفكر في كيفية التخلص من شر دفني. بعد تعرضها لصدمة كبيرة، تعرف دينيز من هو إزجي حقاً. بالطبع سيجعل إزجي يدفع ثمن ذلك. عند رؤية أحفادها في وضع غير عادي، تقرر بيمبي سلطان أن جينار لم يعد مفيداً وتخبر توبراك بكل شيء على الرغم من كل جهود ليلى لمنع ذلك. والآن هناك خطر كبير على الباب. بينما تخطط يلين لحبس دفني في المرحاض لفترة قصيرة، تخرج الأمور عن السيطرة عندما تخفو. تأخذ الأمور منعطفاً نحو الأسوأ عندما تحكي دفني التي اضطرت لقضاء الليل كله نائمة في المرحاض، كل شيء لأخيها جينار الذي قبضت عليه عندما عاد إلى المنزل. في حين أن الابتعاد عن ياسم يؤذي جينار بدرجة كافية، فعندما تضاف تجارب دفني إليه، يخرج جينار عن المسار ويقوم بغارة كبيرة على قصر أراس. من ناحية أخرى، يشعر إزجي بخوف كبير مع وجود دينيز عند الباب. لقد أصبحت اللعبة التي يلعبها متشابكة فيه وتتحول إلى وضع لا ينفصم مع مرور كل يوم. عندما كان يعتقد أن بيمبي سلطان التي داهمت العرض التقديمي لبرنامج وزارة الصحة قد أخفقت، حدث تطور غير متوقع تسبب في سقوط دفني على قدميها. ومع ذلك، لا تزال دفني غير قادرة على الهروب من غضب يلين. يشتعل هذا الغضب مع غيرة يلين ويجعله يعد مفاجأة عيد ميلاد رائعة لديفني. مع تزايد حب جينار وشيم لبعضهما البعض، تنمو أيضاً الصراعات الناشئة عن كونهما أشخاصاً من عوالم مختلفة. هذا الصراع يقلب العالمين رأساً على عقب. من ناحية أخرى، فإن إزجي غير سعيد للغاية لأنه تم القبض عليه على رادار زير النساء دينيز. لكن الحل الذي يجده للهروب من هذا سيسبب له مشكلة كبيرة، وتجنيد داملاً يتسبب في قتال يالين ودفني في كل دقيقة. أخيراً، يغضب دفني بشدة ويستقيل مرة أخرى. هذه المرة، قررت ياسم أن تلعب دوراً كبيراً وأدرجت دينيز بالقوة في لعبتها. يلين يصاب بالجنون من الغيرة بسبب الحيل التي قاموا بها. يلين، الذي يتعين عليه الذهاب إلى منزل دفني بسبب خدعة ياشيم، يصاب بالجنون عندما يرى دينيز هناك. يعود جينار إلى المنزل قريباً ويصاب بالجنون عندما يرى يلين ودينيز في المنزل. عندما تأتي جدتك مع كل هذه المتعة، تخرج الأمور عن مسارها. ستبدأ دفني، ابنة لاز، العمل كمهندسة كمبيوتر في شركة راس تكنولوجي. يجد شينار شقيق دفني مفتول العضلات ملابس أخيه مفتوحة ويجبره على ارتداء البنطلون الذي اشتراه لمولد جده. أثناء قيام دفني بتغيير ملابسها في موقف سيارات الشركة،
تم القبض عليها من قبل يلين الرئيس القوي لشركة راس تكنولوجي. ومع ذلك فهو يعتقد أن يلين هو الأمن. تحل دفني مشكلة فنية مهمة جدا للشركة، لكنها في الوقت نفسه تعرف من هو يلين. يستقيل لأنه لا يستطيع تحمل مثل هذه الخدعة التي تمارس عليه. يلين يركض خلفه ليعتذر، بينما تقوم دفني بتغيير ملابسها مرة أخرى في موقف السيارات. تم القبض عليها أولا من قبل يلين، ثم يلين وشقيقها جينار. جينار يهزم يلين ويعلن أنه عدوه اللدود، لكن الأمور تتعقد عندما تقع في حب شقيق يلين الذي تحاول إبعاده عنه. عندما كان يعتقد أن بيمبي سلطان التي داهمت العرض التقديمي لبرنامج وزارة الصحة قد أخفقت، حدث تطور غير متوقع تسبب في سقوط دفني على قدميها. ومع ذلك لا تزال دفني غير قادرة على الهروب من غضب يلين. يشتعل هذا الغضب مع غيرة يلين ويجعله يعد مفاجأة عيد ميلاد رائعة لديفني. مع تزايد حب جينار وشيم لبعضهما البعض، تنمو أيضا الصراعات الناشئة عن كونهما أشخاصا من عوالم مختلفة. هذا الصراع يقلب العالمين رأسا على عقب. من ناحية أخرى، فإن إزجي غير سعيد للغاية لأنه تم القبض عليه على رادار زير النساء دينيز. لكن الحل الذي يجده للهروب من هذا سيسبب له مشكلة كبيرة، وتجنيد داملا يتسبب في قتال يلين ودفني في كل دقيقة. أخيرا يغضب دفني بشدة ويستقيل مرة أخرى. هذه المرة قررت ياسم أن تلعب دورا كبيرا وأدرجت دينيز بالقوة في لعبتها. يلين يصاب بالجنون من الغيرة بسبب الحيل التي قاموا بها. يلين الذي يتعين عليه الذهاب إلى منزل دفني بسبب خدعة ياشيم يصاب بالجنون عندما يرى دينيز هناك. يعود جينار إلى المنزل قريبا ويصاب بالجنون عندما يرى يلين ودينيز في المنزل. عندما تأتي جدتك مع كل هذه المتعة تخرج الأمور عن مسارها. ستبدأ دفني ابنة لاز العمل كمهندسة كمبيوتر في شركة راس تكنولوجي. يجد شينار شقيق دفني مفتول العضلات ملابس أخيه مفتوحة ويجبره على ارتداء البنطلون الذي اشتراه لمولد جده. أثناء قيام دفني بتغيير ملابسها في موقف سيارات الشركة، تم القبض عليها من قبل يلين الرئيس القوي لشركة راس تكنولوجي. ومع ذلك فهو يعتقد أن يلين هو الأمن. تحل دفني مشكلة فنية مهمة جداً.